مرحبا بكم في الندوة الصحفية اللي يعقدها في مقر نقابة الإسحاق من 50 تتشرف اليوم باعتبارهم وبوجودهم فيما بينها مجموعة من خيرة شباب سديانة ومناضليها، فيهم المناضل الحقوقي، فيهم المناضل الاجتماعي اللي أساميهم ارتبطت بمراحل هامة من تاريخ النضال في سديانة من أجل الحرية، من أجل العدالة الاجتماعية، واللي اليوم جاءوا لكم أنتم كصحفيين باش يحكيوكم على آخر التطورات فيما يتعلق بالقضية 206 اللي تم فيها اعتقال مجموعة من شباب سديانة اللي انتفض معناها عنده اعتقال من 26 أبريل الفات، 26 أبريل الفات في سديانة، وباش حافظوكم كذلك على اخر تداعيات الهبه الشعبيه والانتفاضه الاخيره اللي وقعت في مدينه سديانة، فضلا عن التذكير بعدد من المراحل التاريخيه اللي فيهم المحاضر معنا هنا، شكون كان فاعل فيها وشكون كان المحرك الاساسي لها. فمره اخرى نرحب بهم ونفسح لهم المجال باش يدافعوا. احمد الزغبي. احمد الزغبي عضو مؤسس في فرع سديانة لرياضة الانسان. من معتقلي سديانة 90 ومعتقلي عهد بورقيبة، حكمت في عهد بورقيبة وحكمت في عهد بن علي وحكمت في عهد الغنوشي، واطرح للاعتقال في عهد الحكومة دي في عهد جبال السبسي اعتقلت. سديانة مرت بمراحل تاريخية عظيمة إلا أنا وقع عليها تعتيم تاريخي وتعتيم إعلامي وتعتيم تنموي وغضب، ما نعرفش غضب سلطوي، ما نقولش غضب إلهي لأنه غضب سلطوي. سديانة وقع عليها معناها المظالم هذه نتيجة نضالاتها. سديانة قدمت شهداء، أول شهيد في عهد بورقيبة 85 كان الأستاذ الصادق الهيشري، المرحوم الصادق الهيشري، اللي وقع اغتياله في بلد زيرة. عندنا نبيل بركاتي اللي وقع اغتياله في مركز سليانة، وكنت انا واقف جنب الى جنب وكنت شاهد على انا شاهد على اغتيال نبيل بركاتي. سليانة عام 90 اول شراره نتاع ثوره انطلقت ضد بن علي، وكانت محاكمات خاصه ومحاكمات عسكريه، كانت المحاكمات تتراوح من 5 سنين حتى ل 14 سنه. هذوما المجموعه هذه كلها مناضلين نتاع عام 90. من بعد يجي ملف 206. ملف 206 اللي هو مسيس بامتياز لعدة اعتبارات. الاعتبار الاول انه المره الاولى حب يوجهوا احداث سديانة 26 ابريل الى شباب الحزب العمالي، الا انه بتدخل محامين ورجال الحزب العمال افرج عنهم ووجهت التهمه الثانيه الى شباب الوطنيين الديمقراطيين. فبتدخل من الاستاذ شكري بن عيد ومجموعه من المواطنين الديمقراطيين الاشتراكيين افرج عنهم، ووقع ثالثه اعتقال ما يسمى بمجموعه القوميين الاحرار، وبتدخل من الاعلام وتدخل من الجمعيات الحقوقيه والاحزاب السياسيه وقع الافراج عنهم. هنا ما جاتش السلطه من عهد هذاك ما تقدم في ملف 206، يلزمها تقدم هكذا في ذلك. فوقع اعتقال مجموعة من خيرة شباب سديانة بطريقة همجية وممنهجة وبالتصور إلى ديارهم، واعتقالهم بحدود ما بين الصليل ومطار نتاع الصباح، وتوجيه تهم اغتيالهم منذ 26 أبريل 2011. فطرقنا الأبواب كل بما فيها أبواب رئاسة الجمهورية، أبواب رئاسة الحكومة، أبواب وزير العدل، أبواب وزير حقوق الإنسان، أبواب الجمعيات الحقوقية، إلا أنه لا تجاوب. واخيرا معناها بعد الثوره ما يسمى بثوره الرش، هي اللي اشقت صراحهم ومرحبا بهم هم تو جايين في ثنيه، والحين الكلمه لاحد الشباب اللي عانوا عام 90 يحكيكم معناها عن الفتره اللي عشناها، سي محمد حسني محمد حسن حسني. بالله انا باش نحكي لكم على بدايه كيفاش انطلقت ثوره عام 90. عام 90 تعرفوا اللي عام 89 وقع انتخابات رئاسيه وتشريعيه
احنا دخلنا في صف معناها ضد الرئيس السابق مع سي عبد الرحمن الهادي الله يشفيه وسي زياد، دخلنا معه عام 89 دخلنا معه الانتخابات وقلنا الحملة بتاعه واحد، وقع معناها تصويرنا وسجلونا البوليس السياسي سجلنا عام 90 انطلقت معناها سليانة كيرية معناها والواحد في الجمهورية يتجرأ على الرئيس السابق ويدخل ضده في الانتخابات، معناها هامشها اجتماعيا معناها الطالب شيء غريب سكر البيبان الكل، عملنا تحرك احنا ووقعت الانتفاضة اللي كانت عام 90 واحد وقع اعتقالنا 27 واحد فهمتني، ووجهونا المحكمة العسكرية في تونس لهنا وقع تعذيبنا تعذيب معناها كبير. ومعناها تنادي باستقلالية القضاء توبة على راس سي مروان بوكرة الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، هو اللي هو كان حاكم التحقيق الثاني في قضيتنا، لما جيت وانا عاش معايا الاولاد سنة قال اواني بكلاب في وزارة الداخلية ما عندوش حتى سنة، وجيت عرضت عليه دخلت معاه في مساومة قلت نوقع لك على المحضر على شرط انك تدون ما لاحظته من تعديل، فرفض تدوين ملاحظاته ويخرج فيا بطاقة هما الاولاد معناها يخرج فيه بطاقة ايداع عزل انفرادي وممنوع من الزيارة لمدة 3 شهور بسجن 9 ابريل، واول احنا كنا قبلنا نلتقى الاعتقالات تاع 91 بما يسمى اعتقالات النهضة، نحن كنا سباقين غادي، احنا استقبلنا الشباب القومي اللي هما اللجان الثورية وعلى راسهم الاستاذ نور الدين العزي المرحوم من الجنوب، نحن استقبلنا شباب الحزب العمالي وعلى راسهم نجيب البكوشي والاخ الصديق منجي الخضراوي، استقبلنا الناس كل بالحبس وخرجوا هم وبقينا نحن وكملنا الحبس نتاعنا وخرجنا الا ان ما زلنا توا نعانوا لحد الان عن احد المناضلين معناها عن احد المناضلين اللي هو حب يتمتع بالحريه ذي الا انه مات قبل ما يتمتع بالحريه هذه ومات موتا اقسم لك بالله موتة معايا توجع القلب، هذه ولده صاحب شهادة عليا زاد مسكين تضرب بالرش اخيرا وما زالت هو مسكين يعاني، نحن نحب معناها الندوة هذه اصلها هي لتصحيح التاريخ ما حاجتنا حتى بشيء وقلنا لهم يا ولادي اعطونا ما تعطونا شيء صحوا التاريخ صحوا التاريخ خذ كورونا في التاريخ خطوة تكرم شكون تكرم؟ تكرم مناضلين، تو الناس كلهم ولاد الابطال نتاع النضال، وفي الحقيقة أنا أتحدى أي إنسان مستعد للمناظرة في النضال فأهلا وسهلا فيه. عيب معناها تقع تحطيم علينا معناها على جميع المسميات، هذا ولد معناها هذا أبوه مات أخيرا معدي 14 سنة حبس، من الناس اللي صمدت معايا في الداخلية يعدي بالعشرة وبال 12 يوم وهو تحت التعذيب. وكان راجل وكان صنديد لنطق بكلمه وكانوا يحبوا ينتزعوا منه اعترافات ظالمه لادانه ناس اخرين ما عندهمش علاقه بالاحداث، لان احداث كانت صحيح مؤثره هي مؤثره تاثير معناها شعبي، اما ما كانش وراها حتى شيء، كنا نحن اول ناس قلنا البنا عليه لا نتيجه تزييف الانتخابات ونتيجه المظالم تاع المظالم الانتخابات 89 كنا قدمنا قائمة مستقلة وقدمنا رئاسة الجمهورية في الوقت ذاك، فوقعت علينا المظالم هذيك، كانت ردة فعل نتاعنا تلقائية. الجريدة الوحيدة اللي كتبت علينا بالعهد هذاك هي كانت تسمى جريدة البطل. كان فيها نجم الدين العكاري، بعد ما خرجت الأرتيكل نتاعنا تلقاوها مرة واحدة نهائية. بالحق معاناة عندنا تو معاناة عندنا اللي مشى الوالي سليانة من المناضلين هذوما يعطيهم بنوات راجل بنوات شفتهم بالليل هذا. مشاروا قالوا راني مناظر وراني قاعد نجوع وميت بالشر، شوف شو يعطيه بونو نتاع زوز كيلو مكرونه كيلو طماطم، عيب اذا كان المناظر يصير فيه هكا معناها عيب اللي يعطينا تونس يصير فينا هكا عيب. بالنسبه لي انا تعرضت برشا معناها تعلقات من جمله الاعوان الامن على غرار محمد جندوبي مقتاد جلاسي
كانوا يعتقلوني قبل ما نعدي الاكزامات. الوقت اللي عندي فيها الاكزامات وقع الاعتقال نتاعي باش ما نعديش. هذه من الضغوطات اللي كانت مسلطه علينا. نجر عليه ان الوالد نتاعي حب يمنع العائله نتاعو، خرج من ولايه سليانه الجمل. معناها عايش في الشارع في ولايه اخرى. معناها عاش 10 سنين عاش في سوس. هرب حب يمنع ولاده، حب يمنع العائله نتاعو. والوالدة نتاعي وقعت معناها طلاق ما بين بابا، معناها مرتين في شرطة بعض، مرتين، عام 90 طلاق الأولاني هو طلاق ضرري، معناها لازم تلقي راجلك ما كانش، معناها كيما صار اللي هو زاد معاك، زاد معناها الوالدة نتاعي عندها آثار تاع تعذيب في الفترة هذيك. وبعد ما خرج عام 95 في نوفمبر 95 خرج، بعد ما خرجوا الولاد الكل مع الناس الكل. معناها حبوا يرجعوهم لبعضهم العائلات، رجعوا، ما زاد باقيين الطلاقات زاد كيف كيف. معناها كيراو انا كيفاش يهزوا في عمري انا 13 سنة، واحد طفل عمره 13 سنة، يهزوه الأعوان الأمن على مستوى المنطقة ولا المراكز، معناها أبشع التعذيب اللي ريته أنا شخصيا، أنواع كله، معناها السل اللي يضربوا فيه في ضرب، معناها تا واحد عمره 30 سنة أو 40 سنة، وأنا عمري وقت هذاك 13 سنة. عادوا تلقوهم الأولو جديد. معناها فاتورات هذه على اثر معناها المرض تاع الوالد نتاعي، معناها نتسلف مع العباد باش نداوي باب، انا نتسلف مع العباد باش نداوي باب. اقل فاتوره فيها، هذه اقل فاتوره موجوده لهنا فيها 476 دينار، هذه اقل فاتوره. واحد في العمر هذا عمره 25 سنه مسين عند العباد في 5 ملايين، والحكومه تقول لنا اصبروا علشان شنو نصب؟ والله نتيجة الكلام هذا اللي ذكره الشاب، أن نحن ريتنا توا الحالة هذه نتاعنا كل من مدعوش حتى بالحقوق في ضبط المعاجل المجاني، معليش ما عطوناش محبوس منع نتاعو حتى الدواء. أنا عندي بنتي مثلا راس المدير هذا، عندي أولاد والناس كل عندنا صغار، وقت اليوم صغير والله عندنا حق باش نداو بالمستشفيات. فهمت؟ كان راجل معناه مناظر وتعرض للمرض، معناه مرض عيبان، ويصير في الحاله ذي ما يتمتعش بدفتر علاج، معناه كارثه كبيره. معناه اللي عمره 11 سنه عام 90، عمره 11 سنه، 11 سنه عنده قضيه سياسيه، ومعنا عمره وقت 11 سنه عام 90 ينجم يحكي. هذا يحكيك معناه شنو عانى عمره 11 سنه. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي منير رمضان، من المتعذبين في احداث عام 90، عمري 11 عام، نبحث في قضية سياسية تاع بلاد كاملة. عذبوني كما عذبوا زملائي، حطموني مستقبل جبلة، خرجوني من قرايتي، وأنا عمري 11 عام خرجوني من قرايتي. الخدمة نشد خرجوني منها لهذه ساعة، لهذه ساعة فهمني، يعني اللي حبوه هما واللي صوروه هما في مخاخم يعني وصلوا له انهم باش يخرجوا بشر متشرد. فعلا انا متشرد، انا متشرد، انا اسمي ما عرفش بشر قدام كذا، اسمي ما عرفش مناش من البوليس السياسي من بن علي. علاش؟ خاطر اول ما قالوا بن علي لا هو احد، فهمني، يعدوا لي قضيه اشتراك في تجمهر مسلح مع الاستمرار لذلك، فهمني، وعندي ما يثبت الشيء هذا الكل. تمشي للوالي فهمني، معطيك الكلمتين ولا يعطيك بون نتاع مواد غذائيه، فهمني، كيلو طماطم وحو كارثه، يعني راجل فهمني معرس وعنده زوج صغار، يعطيك بون نتاع مواد غذائيه، يعني بكل صراحه يعز على تحبس المخ. دي حاجه انها تحبس المخ، فهمني، فوق ما راي كله زيد نبعثوا ملفاتنا للإدارات هنا تونس وكذا، ما يرجع لنا حتى حد يعطيك توصيل، مثلا كيما منظمة يعطيك توصيل لهنا، فهمتني، ويقول لك اصبر. خي انا فهمتني صابر 23 عام، صابر 23 عام شو الى متى مش نصبر؟ حبوها ما حد يجاوبونا، الى متى مش نصبر؟ صبرتوا انتوما ترى، انتوما في عهد بن علي عطاكم بن علي باسبورات وهربكم من برا وخرجتوا لبرا
فهمني ولا باس. واحنا واحنا اللي حكمونا وضيعونا مستقبلنا جمله فهمني. قلت هذه ساعه ما مشي تمشي لاي اداره ترفضك فهمني. شنو النظريه اللي تنظر لك بها اي مسؤول في اداره؟ شنو النظريه اللي تنظر لك بها؟ باش يقول لك هذا فهمني لا في متشابه في كلوشات مثلا فهمني. فهمني الحمد لله ليك يا ربي ماناش كلوشات، احنا ناس مناضلين. اول حاجه انا مش نديني التعقيب الاعلامي الكبير اللي قاعد يصير والممرج على ولايه سليانه كيما ثم بلايص اخرى، اما بالاخص ولايه سليانه واللي عندنا حتى عديد الاطراف في ولايه سليانه بيتها، انا قاعد ياخذ تعقيب اعلامي كبير على احداث سليانه 90 وما يحبوش يجدوها. نتساءل هنا علاش؟ لانه الاطراف هذيا راهو كيما صار عام 90 صار في قضيه 206 انه ثم اشخاص في سليانه تخدم ضد ولاد البلاد. شرطة معروف وناس راهم نعرفوه اللي عملوا لنا عام 90 انه ناس جات لهنا للتحقيق خرجت ناس على حسابنا زاد عودتها في الاحداث تاع 206 زاد دخل واللي هما ينتمون لجهه معينه. فهمتني؟ هذايا راهو تاريخ غريبه ياسر. حتى دوريا ما عندهمش هنا جمعه انه احداث سليانه ما يحبوش يجدوها. نتسائل هنا علاش؟ واللي لاحظوا انا وتنجم تلاحظوا الناس الكل يا اخي انت تحب تعرف حاجه اهبط سير تيران وشوف الناس الوضعيه نتاع الناس اللي تشتت عام 90 والوضعيه نتاع الناس اللي تشتت في 200 قضيه ما يسمى 209 206 انها الناس الكل من ضعاف الحال ما ثماش حتى شخص شخصيه ولا انسان لاباس عليه. الناس الكل ضعاف الحال. انا ما فهمتش انا الناس هذوما كبش بيدير الاشخاص هذوما انه يتوقف ليله وتتسيب الناس الكل اللي هما ينتميوا لجهه معينه. احنا لو احنا لا نمارك حساب ولا نحبوا الحساب، احنا ناس حبوا بلادنا. شاب هذوما مش يحبوا يركبوا، وثم الناس اللي تنثر يوميا تو في البلاتوات على سليانه، سليانه راهي اكبر منهم بياسر. شاب واحد بالنسبه لي انا لو عندي سليانه اكثر من اي بلاصه ما كان وتونس بعد، هذيك تونس الكبيره نتاع الناس الكل. وما نحبش انا اللفظ نتاع الجهويه هذيا ما نحبوش. انا نحب كيما نعيش في سليانه مش نعيش في الساقس، نعيش في الكاف، نعيش بارتو هذيك بلادي الجمهوريه التونسيه ككامل. اما تو الطفقه اللي قاعده تصير وحاليا ثم دفقة كبيرة قاعدة تصير في ولاية سليانة. للأحزاب باش الناس اللحمة اللي كانت بين الناس حتى في الثورة الأخرانية هذيا يحبوا يشتوها. كل الناس تجبد الجهة. فهمتني؟ راهو عيب راهو عيب راهو عيب. أنت تحب تعرف واش ثم في سليانة أهبط في الديران وشوف واش ثم. كي تقول 70% تنمية في سليانة، إيش وري هيك؟ إيش أعطيني؟ إحنا 27 واحد ماتوا منا أربعة. تحب تكملهم الكل مستعدين باش نكملوا إحنا الكل. إحنا ما يكلمناش. أما باش تسمسر علينا في الإذاعات أنت وغيرك. في البلاتويات نقول لكم قبل الثوره انتم وينكم؟ الاسامي هذه ما سمعناش بها. وين؟ خايفين بن علي اللي احنا ضحينا وناس ثم شكون 11 سنه في الاصلاحيه بدايش وناس 20 سنه في الحبوسات ودمرنا وخرجنا شطرنا معاقين فينا شكون يتامى؟ نقول له انت قدرتش انت ولا الاحزاب اللي تدور في تونس انكم عاونتوا ثلاثه يتامى بوهم حرق روحه ايامات مراد بن جلول اللي حرق روحه بو عزيزي عمي نفس الوالي اللي نفس الوالي نفسه شنو اللي عملتوا له؟ جريت كلمتكم جيت في المجلس التاسيسي ونحب نوضح لك حاجه انا عندي شكايه على الشيء اللي باش يصير في سليانه من 11/7/2012 انه سليانه راهي باش تشعر. شنو اللي عملتوا له؟ والشكايات هذوما موثقين في المجلس التاسيسي وموثقين في وزاره حقوق الانسان ما راني حتى واحد ما عيط لي وما ثم حتى شيء ما صار حتى شيء يعني انتم متواطئين انه سليانه تحبوها تشعر. ما سليانه نوضح لك حاجه راهو سليانة راهو ما تمسس فيها حتى مؤسسة وحتى حانوت وحتى دار صبغة عام ولا صبغة خاصة